ناخد منها ونقول أمال ماهر تتصدر الترند العربي. كانت مجلجلة برضه. فعلا بحفلها الأول في جدة. شفت تابعت شفت مقاطع كتير، ما شفتش الحفلة طبعا، كنت مشغول ساعتها عندي شغل، لكن شفت بعض المقاطع على السوشيال ميديا من الحفلة، وفرحت قوي 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 بحاجتين. أولا فرحت برد فعل الناس وقد ايه كانوا مبسوطين ومنبهرين بالحفله وباداء وبصوت وب يعني احاسيس امال ماهر. ثانيا فرحت انه امال ماهر بدات تعود الى مكانها الطبيعي. امال ماهر الحقيقه موهبه مصريه صوتيه طربيه ضخمه ضخمه، كنت خايف انه تضيع وسط الزحام، لكن الحمد لله واضح انه بدات تعود الى المكانها الطبيعي وصدارة المشهد وإمكانياتها اللي تسمح لها أنها تكون واحدة من أهم المطربات في الوطن العربي. بس حضرتك قبل كده في ترند سابق قلت لي مشكلتها في الاختيار. في فترة كبيرة طبعا كان مشكلتها في اختيارات الأغاني. يعني هي طول الوقت كانت شابة، صوتها طبعا حنجرة ذهبية، ما بنختلفش عليه، بس كان اختياراتها في بعض الأحيان صعبة، واختيارات قديمة قوي. الناس محتاجه تسمع برضو حاجه جديده شويه، زي ما انغام بتعمل وزي ما شيرين بتعمل وزي ما اصاله بتعمل، التجديد. فلازم تجدد وتطور وتحدث وتواكب اذواق الناس استخداما لموهبتها وحنجرتها. ليه؟ طب هو دور الفنان انه يقعد بقى يطور من نفسه طبعا ويواكب العصر طبعا، ويعمل مهرجانات مثلا؟ لا انا جبت سيره مهرجانات، لا انا بقول كده، انا بقول لك يطور من ايقاعه، مش لازم انا صوتي حلو فافضل اغني للناس طول الوقت اغاني ام كلثوم. ام كلثوم عظيمه من عظيمات الغناء في الوطن العربي، بس في النهايه عصرها ولا. نسمع اسطوانات ام كلثوم واغاني ام كلثوم دلوقتي كنوع من النوستالجيا القديمه، بس دلوقتي انا عايز اسمع اغاني تناسب العصر ده، زي ما عمرو دياب بيعمل وزي ما حماقي بيعمل وزي ما تامر حسني بيعمل وصابر الرباعي وكذا. لا ما هفضل اغني بس تراث، لا يعني الواحد يطور وكمان بقى يدقق في اختياراته. مليون في المية، مليون في المية. للأسف محمد عبده يتصدر الترند بأنه أعلن من خلال يعني مقطع فيديو أنه أصيب بمرض السرطان، لا حول ولا قوة، وأنه هو يعني تناول تقريبا الجرعة الكيماوية في باريس، وكانت إحدى القنوات العربية جابت المقطع بتاعه هو بيتكلم يعني أنه بيطمن جماهيره أنه هو بخير. الفيديو ده موجود؟ هو في مقطع صوتي اوديو. طب نسمع نسمعه على صورته. احبائي رواد موقع روتانا، جماهير الحلوه اللي تحب الفن تحب محمد عبده، اطمنكم الحمد لله انا بصحه كويسه الحمد لله بفضل الله وعمال بتحسن. رسالتي للامير بدر ورد الامير رحمه الله عليه برساله قبل التوفي، يعني هذه كانت رسائل مواساة مع بعض، وإنما الأمور الصحية الحمد لله. ألف سلامة على فنان العرب والفنان صاحب التاريخ الطويل والعظيم المليء بالإبداعات والطرب محمد عبده، واحد من الناس اللي شقوا طريقهم يعني بعظمة وبتفاني بإبداع، وعمره ما تنازل وعمره ما قدم يعني فن رخيص أو فن مبتذل من أجل الكسب ولا كذا. الحقيقة تاريخ مشرف جدا، وأعتقد يعني إن دعوات الناس له بإذن الله هتساهم في شفائه. هو طبعا رمز من رموز المنطقة الخليج كلها طبعا طبعا طبعا. لا أنا كمان واحد من عشاقه رغم إن أنا مش خليجي، بس أنا واحد من عشاق اللي هو رمز أغاني وطرب محمد عبده طبعا. جميل جدا طبعا. بس أنت حضرتك شايف إنه ده بقى هنا بقى فعلا، هل دور بقى الإعلام والميديا إنه هو يطلع ويطمن متابعيه ويتكلم معاهم بشكل مثلا مدروس، ولا لما يحس ان هو عايز يطلع يطمنهم وخلاص؟ لا مش مساله عايز يطلع، هي الفكره انه انت طالعه تطمنيني فلازم اللي هتقوليه وصوتك يطمنوني. فانا عشان كده عجبني الشكل اللي اختاره، انه ما يطلعش بصورته. أيوة. لان اكيد صورته ممكن تخلي الناس تقلق عليه اكتر، خصوصا بعد الجلسات الكيماويه. الواحد بيبقى يعني ربنا يعافيكي ويعافي كل المشاهدين والمستمعين الان، ويعافينا يا رب دايما من الامراض، بس بتبقى الحاله صعبه. اكيد. فهو اختار صوته، وصوته الحمد لله كان كويس. انا سمعت صوت دلوقتي كويس ونفسه. صوت والاداء ونفسه منتظم الحمد لله وكويس، فده يطمن، فده ذكاء حتى في استخدام
الرسائل الصوتيه عبر السوشيال ميديا. يعني ده من حق متابعينه عليه ان هو طبعا طبعا اكيد جمهوره قال عليه. في ناس كتير جدا بتقول لك لا انا ما ردش على قصه انا بقى عيان او مريض او كده. لا لا خلي الناس هي بص هي مدارس. بس في النهايه انت على حسب درجه تواصلك مع الناس وعلى قد ما انت حاسه بان الناس فعلا قلقانه عليكي وزعلانه عليكي على قد ما انت بتبقي مهتمه ان انت تطمنيهم يعني.